القيمة الإجمالية ديال الإنتاج المشاريع هي 4,852,000. صاحب المشروع هو سولو الفكران. كاين عندنا جوج المشاريع مشروع الفكران. كاين المشروع الأول هو ديال الفكران، المساحة الإجمالية 600 متر مكعب، والعدد ديال المقاعد كاين 67 مرحاض. القيمة الإجمالية للمشروع هو 948,000. المشروع الثاني هو تولان، فيه 1,050 متر مكعب، عدد الأماكن 927، جوج ديال المحلات ديال الأطفال. ثم القيمة الإضافية العامة هي 1,510,000. في إطار الاحتفالات بالذكرى 64 لثورة الملك والشعب، والذكرى 54 لعيد الشباب المجيد، أشرف على بركة من الله وتوفيقه السيد عبد الغني الصباغ عامل أمانة مكناس والوفد المرافق له يومه الأحد 20 ذو القعدة 1439 هجرية، الموافق ل20 غشت 2017 ميلادية، على وضع الحجر الأساس لمشروع بناء 3 أسواق قارة في إطار برنامج تنظيم الباعة المتجولين بجماعة ويسلان، بغلاف مالي قدره 4 مليون ديال الدرهم و852,149.60 درهم، وذلك تجسيدا لما يوليه عاهلنا المفدى حفظه الله ورعاه من عناية واهتمام بهذه الشريحة من رعايا الأوفياء. وفي ظل السياسة الاجتماعية التي اعتمدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حفظ الله مولانا الهمام وأبقاه ذخرا وملاذا لشعبه الوفي، وحقق على يديه الكريمتين ما يتوقاه لرعاياه الأوفياء من تقدم ورقي ورخاء وعز وكرامة، وأقر عينه بولي عهده السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بصنوه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وباقي أفراد أسرته الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. وحرر بويسلان يوم الأحد 20 ذو القعدة 1439 هجرية، الموافق ل20 غشت 2017 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاني على صوت جي باجينال تبارك انا فعلا متجاوز ديالي ما يجيوش عندي. شكرا لك سي الرئيس، فعلا متجاوز ديالي ما يجيوش عندي. بارك عليا هادشي اللي عنده راه شي فراجيل بعدا سي الرئيس الوكيل.
سيد الرئيس. سيد الرئيس. Thank you.